يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الحلقة 11 عن الـ ER model. طبعاً احنا تكلمنا في الحلقة السابقة، سوينا introduction حق الـ database، خذينا فكرة عن الـ database، عرفنا شنو يعني الـ database بشكل عام، هي قاعدة بيانات، ويعتبر الجزء هذا اللي اسمه الـ database أو قاعدة البيانات يعتبر يعني يعتبر كور أو جزء مهم من نظام المعلومات، أو خلينا نقول لا يمكن أن نبني نظام معلومات من دون وجود قاعدة بيانات، تمام؟ فهذه القاعدة اللي يستند عليها نظام المعلومات عشان يقدر يحلل ويعطي النتائج الصحيحة لأصحاب القرار، واضح؟ فاليوم نبي نكمل، راح نشوف اليوم نتكلم شوية نتوسع في الـ ER model. إذا تذكرون في الحلقة العاشرة تكلمنا في آخر الحلقة تكلمنا عن الـ ER relationship والـ ER model. ER نقصد فيها entity relationship model، عدل؟ وصورتين دولي، عدل؟ شفنا اللوحة هذه الفلو chart وعلقنا عليها وقلنا بأن هذا ER model حق قاعدة بيانات، وهذا جدول أو إحنا نسميه entity تذكرون، وقلنا بأن هذا الـ entity اسمه supplier ويتكون من كولوم واحد او اتريبيوت 1 2 3 4 5 و 6، تمام؟ فعندنا احنا 6 كولومز او 6 اتريبيوت او 6 فيلدز، هذه كلها مسميات مترادفه لبعضهم البعض، ومثل ما شفنا هنا ايضا عندنا صفوف، الصفوف اللي نسميها روز او توبلز او ريكوردز، واضح؟ طبعا ايضا شفنا الجدول الخاص في البارت، قلنا هذه الانتيتي اسمها بارت، ونستخدم لا تنسون كابيتال لتر للاشاره الى ان هذا الشيء هو انتيتي. البارت في اربع فيلدز مثل ما احنا شايفين، وسته ريكوردز او سته توبلز، وعندنا البرايمري كي، ملاحظين البرايمري كي هذا اللي يعتبر المفتاح اللي هو الاساسي اللي يمتاز بامرين، قلنا يمتاز اول شيء بانه يونيك، لا يمكن ان اي اثنين ياخذون نفس القيمه، فبالتالي البارت نمبر ضروري ياخذ ارقام مميزه، ولازم الرقم هذا او القيمه هذه، عفوا ما بيقول رقم لانه ممكن ان يكون عندي احرف، يعني ما في ضروره انه يكون فقط رقم، ان القيمه اللي موجوده ايضا لازم تكون متواجده لحظه ادخالنا لبيانات هذا الريكورد. فاذا انت عندك بارت جديد تبي تجيبه ضروري جدا انه يكون له اي دي برايمري كي. ورا صورتي، لان انا صورتي ما اقدر احركها، ورا صورتي هني اكو شيء احنا نسميه فورن كي، تمام؟ فورن كي، الفورن كي هذا نستفيد منه لربط هذا الجدول اللي هو البارت، تمام؟ جدول البارت نربطه مع الجدول اللي هو سبلاير، تمام؟ اللي احنا من ساعة شفناه. فعملية الربط تتم ما بين الجدولين من خلال السبلاير نمبر، فهنا كان عندي سبلاير نمبر اللي كان موجود من ساعة في الجدول الأخضر. سبلاير نمبر هناك هو برايمري كي، وهني السبلاير نمبر عندنا نسميه فورن كي. ليش فورن كي؟ نقصد فيه بأن السبلاير نمبر في الجدول الحالي هذا اللي هو البارت، السبلاير نمبر في هذا الجدول يعتبر مؤشر أو مفتاح موجود في جدول آخر، فمن خلال الجدول الأصلي اللي هو البرايمري كي مع الفورن كي اللي موجود في البارت يتصير عملية الربط ما بين الجدولين، واضح؟ زين، وهذه أيضا صورة شفناها قبل، قلنا بأن الانتيتي ريليشن شيب ممكن تقسيمها الى ثلاث درجات او ثلاث انواع، النوع الاول 1 تو 1، النوع الثاني 1 تو ماني، النوع الثالث ماني تو ماني. ايش يعني؟ يعني عندي جدولين، ريكورد واحد في هذا الجدول ممكن ان يرتبط مع ريكورد واحد من الجدول الاخر، اذا العلاقه بهالشكل قاعدين نتكلم عن 1 تو 1 ريليشن شيب، بمعنى ان واحد ريكورد هنا كحد اقصى له الحق ان يرتبط بواحد ريكورد على الطرف الاخر. في هالحاله اذا الحد الاقصى مالهم 1 1 احنا قاعدين نتكلم عن 1 تو 1 ريليشن شيب. اما اذا لا اكو واحد فيهم ريكورد على طرف لا الحق ان يرتبط بواحد او اكثر بغض النظر عن اكثر كم،
في هالحالة احنا قاعدين نتكلم عن one to many relationship. اما اذا العلاقة كانت واحد ريكورد من صوب لعلاقة ان يرتبط مع اكثر من ريكورد في الصوب الثاني، والعكس صحيح، واحد ريكورد من الطرف الثاني لاحق ان يرتبط باكثر من ريكورد على الطرف الاول، في هالحالة طالما ان الامكانية موجودة ومتوافرة للطرفين انا قاعد اتكلم عن many to many relationship. خلونا نقرأ شوية ونقرأ ونعلق. So far supplier table does not have any information about the parts that particular supplier provides. إذا احنا في جدول السبلاير مثل ما شفنا فقط بيانات السبلايرز، اسمه، العنوان، رقم التليفون، فقط بيانات السبلاير. لكن هذا السبلاير اكيد يبلي لنا parts، صحيح؟ فاحنا بيانات البارتس اللي يبلي اياها السبلاير مو موجودة في جدول السبلاير. لكن العكس صحيح، لما نروح حق جدول البارت كل بارت نشوف بان اكو سبلاير نمبر معين جايبه، فبهالطريقه احنا نقدر نفهم ونعرف الكل سبلاير شنو القطع اللي يجيبها، يجيبها من خلال الجدول البارت. نروح حق البارتس ونشوف السبلاير نمبر ونقارن، نقول ايه صح هذا البارت يجيبه ذاك السبلاير، هذا البارت يجيبه هذا السبلاير. فممكن نكتشف السبلايرز من خلال معرفتنا حق البارتس وقراءتنا للبيانات الموجوده في البارت ريكوردز. Part is separate entity from supplier, okay, and fields with information about parts should be stored in a separate part table, okay. Why not keep information on parts at the same time? ليش ما نخلي المعلومات مالت البارت داخل supplier? If we did that, each row of the table would contain the attributes of both part and supplier, because one supplier could supply more than one part. يعني شنو اللي قاعد يقصده؟ انه انا يعني اذا حطيت كل بيانات البارت لزقتها في supplier هني تصير عندي مشكله. احنا قلنا كل سبلاير له يونيك اي دي اللي احنا سميناه سبلاير نمبر اللي هو البرايمري كي. اذا حطيت البارتس مع الجدول اكو احتمالات ان عندي كل سبلاير ممكن يجيب لي اكثر من قطعه. في هالحاله انا راح احط بيان السبلاير كل بياناته واحط بيانات البارت الواحد اللي يبه. اذا بضيف بعد بيانات بارت ثانيه لنفس السبلاير محتاج اني اسوي نيرو ريكورد واكتب مره ثانيه نفس البرايمري كي وبيانات واحط البارت الثاني. اذا سويت كذي وسويت جدول واحد حطيت البارت مع السبلاير ويا بعض راح تصير عندي مشكله ان انا ما راح اقدر اكرر نفس القيمه حق السبلاير مرتين، فراح تصير عندي مشكله لان هذا راح يخالف منطق الريليشن داتابيس. فاحنا نعرف ان الريليشن داتابيس في كل تيبل او في كل ريليشن لازم يكون عندي 1 ريكورد حق كل واحد، قيمة واحدة يعني primary key لازم تكون واحدة، فإذا كررتها راح يصير عندي مشكلة. If we did that مثل ما قلنا each row of the table would contain attributes of both part and supplier because one supplier could supply more than one part in the table we need many extra rows. فبالتالي هذا اللي أنا we would be maintaining a great deal of redundant data. راح يكون عندي مو بس فقط عملية عدم القدرة والتكرار، راح يسبب لي redundancy يعني راح تكون عندي بيانات وايد موجودة في تيبل مال السبلاير عديمة القيمة. مثلا خلينا نفترض عندي واحد سبلاير يجيب لي 5 قطع. بيانات السبلاير الأول البيانات السبلاير أكررها أول مرة أخليها علشان البارت الأول. أريد مرة ثانية نفس البيانات أكتبها علشان أكتب البارت الثاني. أريد أكتب نفس البيانات خاصة بالسبلاير حق البارت الثالث وأكرر حق 5. معناته أنا قاعد أكرر 5 مرات حق السبلاير عشان أقدر أنا أكتب داخل التيبل هذه اكتب بيانات البارتس. فهل في هالحاله انا قاعد يصير عندي ريدندنسي وهذا يعتبر عيب في تصميم قاعده البيانات. ولكن بالشكل اللي شفناه عندي تيبل اسمه سبلاير بروح وتيبل خاص اسمه بارت واربطهم من خلال الفورين كي اللي هو سبلاير نمبر مع سبلاير نمبر البرايمري كي في جدول للسبلاير، في هالحاله انا قاعد اخذ عمليات الارتباط بدون ما يكون عندي ريدندنسي. Notice that supplier number appears in both، صح؟ السبلاير نمبر قاعد يبين معي في السبلاير ويبين معي ايضا في البارت تيبل. وهذا اللي احنا على هالاساس احنا سميناهم بارت في الجدول اللي اسمه سبلاير سميناه سبلاير نمبر برايمري كي، والسبلاير نمبر في الجدول مال البارت سميناه فورين كي، صح؟ لان نبي نربط فيما بينهم. طيب As we organize data into tables, it is important to make sure that all attributes for a particular entity apply only to that entity. خوش، احنا كل بياناتنا خاصة في البارت أو في السبلاير تكون خاصة ومتعلقة في هذا
الريكورد. If you were to keep supplier's address with part record, that information would not really relate. ماكو شيء جديد هنا. النقاط اللي عقب. A schematic called an entity relationship clarifies table relationships in a relational database. تمام؟ فالحين أنا بوريكم tables in relational database may have مثل ما قلنا one to one, one to many ولا many to many. راح أوريكم صورة اللي تبين لنا قاعد يعطيني مثال حق علاقة ما بين 1 to 1 relationship. يقول لي خلينا نحط بيانات مثلا بيانات الامبلوي. شنو بيانات الامبلوي؟ اسمه، عنوانه، رقم تليفونه، تخصصه، الإدارة اللي يشتغل فيها، الجندر، أدل هذه بياناته. واكو بعض البيانات اللي هي تعتبر يمكن سرية بالنسبة له، فراتبه يمكن اكتبه هناك، البونصز اللي ياخذها في الجدول الاخر، اذا متزوج شنو اسم زوجته القبليه وكذا. بعض البيانات اللي يمكن تعتبر كونفيدنشال، لاحظوا ان كل شخص عنده بيانات كونفيدنشال خاصه فيه. فانا قاعد اسوي علاقه 1 تو 1 ريليشن شيب، او اذا نبي نتكلم عن 1 تو ماني، علاقه السبلاير مع البارت. شفتوها بساعة، السبلاير الواحد عنده وايد ريكوردز في خانه او في تيبل البارتس، عدل؟ فهذه العلاقه نسميه 1 to many. زين. The relationship between supplier and part entities in textbook database is a 1 to many relationship. هذا اللي يعني قاعد اقول. لاحظوا العلاقه الحين، هذه تقريبا الرسمه اللي يعتمدها الكتاب عندنا، يعتمد العلاقه بالشكل هذا، عكس اللي في الصوره اللي اول ما بدينا هذيك اللي كانت يعني اشكال مربع وما ادري شو صاير. لا هني ما عنده الريليشن شيب، يعتبر عنده بس فقط الخط هذا. فعندي تو ريليش، عندي تو انتيتيز، الانتيتي الاولى مرتبطه في الانتيتي الثانيه، اسم العلاقه او اسم الارتباط بينهم provides، او يعني provides يعني هني supplier provides part، او العكس part is supplied by supplier. حلو؟ الاشارات هذه شو تقول؟ الاشارات هذه لاحظوا، خلينا نشوف الاشاره هذه. هذه تقول بان السبلاير الواحد، كل سبلاير يجيب لي 1، هذه اشاره 1، او ماني، هذه اشاره الماني بارتس. واضح؟ فالسبلاير الواحد ممكن يجيب لي 1 على الاقل او اكثر، فبالتالي السقف مفتوح. العكس إذا بقرأ العلاقة بالطريقة العكسية اللي هي is supplied by، راح أقول بأن البارت الواحد هذا يقدر يجيب لي على الأقل 1 أو على الأكثر 1. إذا كحد أقصى وكحد أدنى البارت من الضروري هناك سبلاير يجيب لي، وهذا البارت فقط متعلق مع 1 سبلاير. لهذا السبب إحنا نسميه one to many relation. We would also see a one-to-many relationship if we wanted to add a table with orders. معطيني مثال آخر، يمكن نفس الشيء يعني نفس المنطق. هذا المكتوب فما بيشرح شو اسمه، هذه الانتيتيز اللي عندنا. تمام؟ فعندنا two entities مربوطين مع بعض عشان لا نتأخر. يعني this table is often called joint table or an intersection relations. في بعض الأحوال لما يكون عندي table ويا table الآخر مرتبطين، ولكن قلنا record واحد على يرتبط لاحق مع many على الصوب الثاني، والطرف الثاني كل record لاحق أن يرتبط مع many على الطرف الأول، في هالحالة إحنا نسميه عملية join. تمام؟ فهذا الارتباط اللي يخليني عندي علاقة many relationships. هذه أربع جداول، هذول الجدولين اللي إحنا شفناهم، وهذا ايضا، وهذول الجدولين اليدد. تمام؟ فالاوردر يبين لي اوردر نمبر مع الاوردر ديت، عدل؟ الاوردر نمبر مع الاوردر ديت. الاوردر نمبر وين موجود؟ موجود في هالمنطقه. شو يقول لي؟ يقول لي بان كل اوردر يعني 3502 اللي هو هني، هذا متى صار باي تاريخ، وهذا الاوردر نمبر شنو البارتس اللي معاه، 137 وكم قطعه فيه. تمام؟ فنلاحظ بان الاوردر مع الاوردر ايتم مرتبطين مع بعض، العلاقه بينهم 1 to many. تمام؟ هذه ايضا ناخذها في
هذه الصورة حق الأربعة اللي مساع شفناها. فإذا أنا عندي relationships entity relationships مرتبطين مع بعض، نلاحظ بأن العلاقة ما بين السبلاير ويا البارت، العلاقة فيما بينهم one to many، العلاقة ما بين البارت، أو خلوني أغير اللون، خلنا نأخذ الأخضر، البارت مع اللاين آيتم العلاقة بينهم أيضا one to many، واللون الأصفر علاقة ما بين اللاين آيتم مع الأوردر، العلاقة فيما بينهم تشوفون أيضا one to many. إذا عندي ثلاث علاقات لأربعة entities، العلاقات درجتهم كلها one to many. لازم نعرف بالقراءة راح نعرف وين الصوب ال one وين الصوب ال many. طيب الحين مثل ما احنا قلنا مساع شرحنا، وإذا تتذكروا المثال اللي قلت لكم، لو جبنا كل بيانات البارت وحطيناها في جدول مال السبلاير، شفنا في العملية هذه يصير في تكرار حق البيانات السبلاير علشان نقدر نحط البيانات الخاصة في البارتس المتعددة اللي يبليها هذا السبلاير. لكن مثل ما قلنا أن هذا الجدول غلط وتصميمه خطأ. هذه الحالة لما يصير عندي الجدول خطأ أو قاعدة البيانات تشتكي من تصميم خطأ، هذا الخطأ نسميه anomaly، تمام؟ فيسمونه anomaly. anomaly يعني في خلل في هذه القاعدة، في خلل في تصميم قاعدة البيانات. الحل شنو هو؟ الحل هو بالضبط الكلمة هذه اللي هي normalization. إذن normalization هو حل لتبسيط وحل للمشكلة التي يعاني منها أو تعاني منها قاعدة البيانات. خلينا نقرا the process of streamlining complex groups of data to minimize redundant data elements and awkward many to many relationships. إذا العلاقات المعقدة خصوصا الـ many to many relationships الموجودة في قاعدة البيانات، عملية تبسيط القاعدة تكسيرها إلى جزيئات أصغر وأصغر، أو بمعنى دقيق وعلمي إلى entities أصغر. في هالحالة أنا قاعد أسوي عملية normalization process. Normalization is a database design technique which organizes tables in a manner that reduces redundancy and dependency. تمام؟ فإذا هي عملية تكسير مثل ما في النقطة الثالثة divides larger tables. إذا هي عملية تبسيط، تصغير، تكسير للقواعد للجداول بحيث أنها تكون سهلة. تمام؟ وصلنا إلى نقطة مهمة هنا وهي اسمها Referential Integrity Rule. خلوني أردكم مرة ثانية حق الجدول مال السبلاير مع البارت. إحنا الحين صار عندي جدولين، قلنا ما يصير نحطهم جدول واحد، عندي جدول اسمه سبلاير وعندي جدول آخر اسمه بارت. لاحظوا جدول سبلاير شنو البيانات اللي فيه؟ فيها بس بيانات السبلاير، الاي دي مال السبلاير، اسمه، العنوان وكذا، عدل؟ وعندي في جدول البارت بيانات الخاصة في البارت، بارت اي دي، بارت نمبر، وفي بعد بيان لا تنسونه هو سبلاير نمبر، يعني من السبلاير اللي يجيب لي هذا البارت. افترضوا الحين حطينا نيو بارت، جبنا قطعه جديده وكتبنا بياناتها، حطينا الاي دي والاسم والسعر، وجينا في خانه السبلاير وكتبنا رقم حق سبلاير مو موجود هناك. يعني خلينا نفترض عندنا سبلاير نمبر رقمه 1111 كتبنا، وهذا الرقم 1111 مو موجود عندي في السبلاير. Referential Integrity Rule شو تسوي؟ تسوي عملية التشيك اب، تقول هل هذا البارت انت يوم كتبته وحطيت لي الفورين كي، هل هذا الفورين كي موجود مسبقا في جدول السبلاير ولا لا؟ في هالحالة اذا كان السبلاير نمبر اللي موجود عندي في البارت موجود، قيمته موجودة في ذاك الجدول مال السبلاير، في هالحالة انا عندي verification ان صارت العمليه صح، ان انا قاعد اسند هذا البارت لهذا السبلاير. لكن اذا كان الرقم اللي عندي 1111 سويت له تشيك مو موجود، هني يطق بريك الداتابيس مانجمنت سيستم، يطق بريك يقول لي اوقف. اقول له خير؟ يقول لي لان هذا السبلاير اللي انت كاتب قيمته او رقمه او الاي دي ماله عندي في السبلاير نمبر في جدول البارت، هذا ترى مو موجود هناك. فهذه عمليه الفيريفيكيشن، هذه احنا نسميها ريفرنشال انتجريتي رول، هنا يعني للتأكد بسلامة عملية الريفرنسينج، تمام؟ فبالتالي أنت قاعد تسوي ريفرنس حق جدول آخر، نبي نطمئن هل فعلا أنت قاعد تسوي ريفرنس حق جدول القيمة هذه موجودة لها وجود هناك كريكورد؟ فهل في هذه العملية؟ هني احنا نسوي شيء نسميه Referential Integrity Rule، وهذه في الأكسس في الـ Database Management System
داتابيس مانجمنت سيستم هو البرنامج اقصد يعني اللي هو يطبق هذول يعني برنامج على الكمبيوتر للقيام بمهام الداتابيس تمام. في عندنا واضحه لما نسوي عمليه الفورين كي برايمري كي في اوبشن ان تسوي تشيك حق الريفرنشال انتجريتي رول ولا لا تمام. وهذه تعتبر من خصائص خش احنا الحين وصلنا للنهايه وبشوف اذا هل نحتاج نسوي بعد محاضره ولا لا او نكتفي لهذا القدر عشان ما ابي ازيد في عمليه التعقيدات. فنشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه ال 12 التاليه عموما. مع السلامه.